I've been out there with the Peace Corps people. I've been out there fighting out there in the third world representing the United States and the state of Texas. And you know why? Because all these promoters here in the United States would want somebody to say yes, sir, and no, sir, and yes, sir. Well, Stan Hansen has never been a yes guy. And I go and I do what I want to overseas. But now I'm back in here, and I'm back in here in the NWA, and all the other wrestlers are going to have to deal with me. It's called a statute of limitations. They tried to suspend me. They barred me from the United States. But that's okay. They took food off my table. They took food out of my hands. But I'm back, and I'm back because there's things like laws to protect somebody like me. And I'm back, and I'm going to run roughshod anywhere in any way I want to. And boy, is that a bone for me to pick. The lariat. That's exactly what this is. Everybody's trying to use it. Everybody's trying to perfect it. But I'm the one who started it. I'm the one who was kicked out of the States because it was the nastiest, most vicious hole. And the lariat is back, and they're going to have to deal with it. The wrestlers are going to have to deal with it. And this too. And this too. إذا ستان هانسن يتحدانا. إنه يعقد مؤتمرا صحفيا الآن وفقا للتقرير اللاسلكي الذي بثه لنا كيلر منذ قليل. أذكر هذا المصارع جيدا. إنه مصارع قدير وذكي. سمعت بأنها هانسن يضرب ولكن القط الأسود يتفادى ضربته. القط يهاجم من جديد. هانسن أقوى ولكن القط متفوق عليه. أخبرنا ما هو السبب برأيك يا سيد عزام. السبب سرعة القط الأسود. يجب على هانسن أن يتمكن من الإمساك به وإلا فسيخسر. لقد أمسك هانسن بالقط. ها هي أخيرا. صور يا ميادة. انتبه، هذه لقطة الوهق يا تامر. يا إلهي، إنها لقطة الوهق. هذا رائع. إن القط الأسود أستاذ في الكاراتيه. ترى من هذا القط الأسود؟ هانسن في موقف صعب للغاية. استسلم يا هانسن. استسلم يا هانسن. إنها لقطة القفل الهندي، وهي من اللقطات الصعبة. إنها من تخصصك، أليس كذلك يا سيد عزام؟ تسبب هذه اللقطة آلاما حادة في ركبة الخصم، وغالبا ما تكون نهايتها الاستسلام. هانسن يصمد على الرغم من الآلام الحادة التي يعاني منها. إنه يرفض الاستسلام. اكتب هذا. إن هانسن يتحمل الألم وروحه القتالية عالية، إما الفوز أو الخسارة، ولكن لا استسلام. يا إلهي، وصل هانسن إلى الحبال. انتظر هنا أيها القط. هانسن 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 هانسن. الجمهور مسرور جدا لروح هانسن القتالية، ولكن هانسن تأذى كثيرا. القط الأسود يهاجم. إنه يركل هانسن. يا هانسن خارج الحلبة الآن. هذه الضربة القاضية. هذه هي سقطة الركبة المزدوجة للقط الأسود. ها
خطأ فادحا. لقد خسرت يا هانسن. ماذا؟ لم تنتهي المباراة بعد. ألم يهاجمني القط الأسود بينما كنت ممسكا بالحبال؟ الجرس، رن الجرس. تبا، يا له من غبي هذا الهانسن، لقد أضاع فرصته بالفوز. لا يمكن أن يكون القط الأسود بهذه الرشاقة.